توج منتخب الأرجنتين بلقب النسخة 22 لكأس العالم بعد تغلبه على نظيره الفرنسي حامل اللقب بركلات الترجيح. التانجو استعاد اللقب بعد غياب أكثر من 36 عاماً منذ أن أحرز لقبه الثاني في المكسيك 86. اللقب هو الثالث للعملاق اللاتيني بعد بطولتي 78 و86، وبه تخطى الثنائي أوروغواي وفرنسا وأصبح رابع أفضل المتوجين بالكأس خلف البرازيل وألمانيا وإيطاليا. ابتسمت ركلات الترجيح لأحد ممثلي أمريكا اللاتينية في النهائي للمرة الثانية بعد أن انتزع منتخب البرازيل لقب 94 على حساب إيطاليا. أخيراً حقق قائد التانجو ليونيل ميسي حلمه الأكبر ورفع الكأس الأغلى بعد أن قدم أداءً استثنائياً طوال البطولة. ليو توج أيضاً بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، وهي المرة الثانية التي يحقق فيها الجائزة بعد نسخة 2014. عزز ميسي موقعه في صدارة هداف منتخب الأرجنتين في كأس العالم بعد أن سجل ثنائية في شباك الدياكا في النهائي ورفع رصيده إلى 13 هدف بفارق هدفين عن المتصدر السابق جابرييل باتيستوتا. منتخب الأرجنتين سيطر على الجوائز الفردية بشكل شبه كامل بتتويج مارتينيز بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى واليافع إنزو فرنانديز بجائزة أفضل لاعب صاعد. الجائزة الفردية الوحيدة التي ابتدعت عن متناول أبطال العالم استحقها النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي استحق الحذاء الذهبي كأفضل هداف في هذه النسخة. مهاجم البي اس جي أحرز 8 أهداف وعادل الرقم الذي سجله النجم البرازيلي رونالدو في نسخة 2002، وبالثلاثية التاريخية بات مبابي ثاني لاعب في تاريخ المونديال يحقق هذا الإنجاز بعد الإنجليزي جوفري هورست في نهائي بطولة 66. للمرة الثانية على التوالي تشهد المباراة النهائية تسجيل 6 أهداف، وللمرة الثالثة يتم حسم اللقب بركلات الترجيح بعد بطولتي 94 و2006. مع الكأس الثمين سيعود فريق المدرب ليونيل سكالوني إلى العاصمة بوينز آيرز محملاً $42 مليون جائزة المركز الأول مقابل 30 مليون لرجال المدرب ديدي ديتشانز. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين، منورني وشرفني اسلام سامي. مساء الفل يا اسلام. مساء الفل يا كابتن، ازي حضرتك؟ اخبارك؟ كله زي الفل، كله 100 100. الحمد لله، والله 100 100. ده النهائي الافضل في التاريخ اعتقد. يعني هو انا بالنسبه لي ده افضل نهائي اتلعب في التاريخ. وما اعتقدش ان كان في نهائي كاس عالم بالمتعه وبالاثاره وبالحلاوه دي. لبنانيه او الشام يقول لك من يوم ما خلقت. صح. من يوم ما وعيت على الدنيا وعلى الكوره انا ما شفتش كاس عالم عامه، كاس عالم احلى من ده. ما هو المؤكد يعني 30 او 34 او 38 او 52، لان الحرب العالميه وقفته 50 54 58 62 66 70 74. مظبوط. يعني 70 كان نهائي حلو بس ما كانش بالمتعه الجميله دي. انا عمال افتكر معاك لان انا مثلا انا فاكر البرازيل كان 70 بتاع بيليه 70 8 في 58 في 70 78 فاكر الارجنتين وهولندا ده فاكره كويس جدا طبعا. 82 باولو روسي لإيطاليا برضو كان حلو والبرازيل بس مش بالجمال ده. يعني حتى البطولة اللي فاتت مثلا كرواتيا وفرنسا ألمانيا قبل كده برضو والأرجنتين، لا مفيش متعة زي دي. ما اعتقدش ان كان في احلى من ده. نهائي يعني غير عادي، نهائي غير عادي، ما كانش حد يتخيل اللي بيحصل ده. مباراة الأرجنتين وألمانيا 86 ده برضو كان حلو. مدوش 2-2 بعدين 3-2 للأرجنتين تاني، بس برضو مش بإصارة ده. لا يا كابتن، لا مش بإصارة ده، ان انت النهاردة فريق متقدم 2-0 فالتاني بيرجع في النتيجة ويبقى أقرب ان يكسب فيروحوا للوقت الإضافي فواحد يجيب جون التالت فيتعادلوا 3-3، وبعد 3-3 ده بيضيع انفراد ده بيضيع انفراد ده بيضيع انفراد. الجيم اتفتح خلاص بقى وحراس المرمى عملوا ماتش كبير قوي، حتة ماتش
يعني خلي بالك الاثنين والله لوريس ومارتينيز الاثنين عملوا ماتش كبير جدا، لكن الماتش ده ممتع متعه غير عاديه، واحد من احلى ماتشات الكوره احنا اتفرجنا عليها. والحقيقه ميسي ومبابي الدول هنتكلم يعني هنتكلم على ميسي ومبابي، لكنه هل متعه كره القدم جت لانه عندنا الجون الثاني ده حلو حلاوه اسلام رهيب، حلو حلاوه رهيب كمان احنا جايبينه من اللمسه الاخيره طبعا لظروف الحقوق وكده، لكن لما بتشوفه بالاربع لمسات من تحت لحد ما الفارس بيحطها اللي اهي اهي خيال ده ميسي، بعدين ميسي الفارس ماك أليستر وبعدين دي ماريا يعني حاجه حلوه حلاوه غير عاديه. لكن عايز اسالك يعني مثلا لو ان النهائي ده بين كريستيانو وبين ميسي او مثلا كان بين بيليه وبين مارادونا زمان مثلا او دلوقتي اللي هم بين امبابي وميسي، ده ادى برضو طعم للنهائي طبعا طبعا وجود الاساطير دي بتفرق جدا. حضرتك بتقعد تقول ايه فرنسا الارجنتين، بس بتقول ميسي قدام امبابي، ميسي ولا امبابي، الخبره واللي عايز يخلص ولا اللعيب الصغير اللي مكسر الدنيا 24 سنه وعامل حاجه غير عاديه يعني في الكوره. فوجود الاساطير دي بتفرق جامد جدا يعني. الناس كانت قبل المونديال بتقول لك يا رب النهائي ده يبقى ميسي ورونالدو، اللي هو يبقى نهائي الكوره يعني صح. ومين فيهم يقدر يكسب الثاني، لكن ورانا نسخه ما تقلش ابدا، لان امبابي خلاص حط نفسه من واحد من اهم لعيبه الكوره خلاص في العالم. انت النهارده بتكلم على لعيب مكسر الدنيا في 2 كاس عالم غير النادي، لكن المتعه من الحلاوه والاجوان يا كابتن يعني. الجون ده حلو قوي، وجون امبابي الثاني غير عادي. ده جون امبابي الثاني اللي قدامنا على الشاشه ده، هل تاخده احسن هدف في المباراه النهارده؟ ممكن لا انا اخد جون الارجنتين الثاني بصراحه، جون الارجنتين الثاني انا بالنسبه لي احلى. لكن ده حلاوته ان هنا اي حد في الدنيا هيحط الكره تحت رجليه مزبوط. ويحاول يروح، لكن انت في الدقيقه 82 بتفكر في انهيك سامع وتحط بطن رجل وش رجلك على طول صاروخ غير عادي، وفي جول مش عادي، لا صعب جدا. مارتينيز حارس مرمى تقيل يعني طبعا، ثم انقاذ اسطوري من يعني انقاذ اسطوري، لولا ان المدافع ده يعني دخل على الخط شويه كان هيطلعنا. بص الباص برده عامل ازاي، والوقت صعب جدا، تسديده وانقذها كويس قوي. ميسي ايه اللي جايبه هنا يعني بص التحركات يا كابتن، واحد بيتحرك ازاي، واحد بيفتح على طول بياخد المدافع معاه، وبعدين ميسي يخش في القلب فبترد له وبيسجل. الكره دي ضيعوا زيها قبليها بدقيقتين بالظبط، ضيعوا واحده زيها مظبوط. فهم بجد ماتش كوره ممتع، وبعدين حتى ضربات الجزاء حلوه، حتى ضربات الجزاء حلوه والله بجد يعني. بس ناتش وميني بس ماشي يعني مبابي كان وشه مصفر، كان خايف هو، انا والله اول ما شفته كان لا كان باين وشه كان مصفر. امبابي حاطط 3 ضربات جزاء، 2 في الماتش. ازاي بقى ممكن توصف لي يعني، قول لي اي ثبات انفعالي ويعني ممكن لبني ادم يبقى بيلعب 3 ضربات جزاء في نهائي كاس عالم، عنده من العمر 24 سنه، فرقته متاخره، لو جاب البنالتي ده يرجع له المباراه، يوم جاي يرجع له المباراه، وبعدين هو يتعادل بجون ما فيش اجمل، وبعدين يدخل فيهم جون ثالث، وبعدين يجي لهم ضربه جزاء ثانيه، فاضل دقيقتين على نهايه المباراه، يوم جاي مسدد، يوم جاي وبعدين تيجي ضربات ترجيح، هو يشوط الاول، في حاجه مش طبيعيه. لا هو غير طبيعي ما شاء الله، الله اكبر يعني. بره ضربات الجزاء هو حتى الجري ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. عارف العربيات يقول لك بيسقط نقله يعني هو ما عندوش اول تاني يعني، هو بياخد الكوره يعمل كيك اوف السلام عليكم انا بقيت على الرابع كده، بعض المعلقين يقول لك الوان 3 فما فيش التانية. لا هو ما فيش تانية هو ما شاء الله بياخد الكوره ويروح، هو لعيب بياخد الكوره فين الجون هروح هعدي بسرعتي، حريف هرقص، حتى في المساحات الضيقه بيعرف يرقص كويس جدا، سرعه غير عاديه ما شاء الله الله اكبر، بمهاره بشخصيه غير عاديه. انت عندك 24 سنه، ازاي عندك الثبات الانفعالي ده وتحس واقف كده ولا عرقان ولا تعبان ولا اي حاجه خالص، ما شاء الله ان انت تقدر تعمل كده. انت في غير عادي النهارده، انت بتتكلم في لعيب مسجل 12 جون في 2 كاس عالم. تصدق 12 جون فاضل له ان شاء الله 3 كاس عالم. حضرتك ما شاء الله فاضل له 3 كاس عالم، عنده 28 32 36 زي ميسي مثلا دلوقتي بالزبط. تمام هو بقى اصلا بيفرق عن كلوز الهداف التاريخي لكاس العالم 4 اهداف فهو النهارده الراجل في 2 كاس عالم عمل ده، مره بطل كاس عالم ومره وصيف 8 وكل مره بيجيب في الارجنتين اجوان. الماتش الاولاني جاب دور الثمانيه جاب جونين، والنهارده جاب 3 ورهيب، وبعدين ده هاتريك في النهائي تاني مره هي بتحصل في التاريخ، جايب هاتريك في النهائي انت حضرتك كان قريب من الرابع بس هو حب يضمنها طبعا، لو حتى تلاقي وشه عمل كده يعني صعبان عليك حضرتك بتاخد بالك هو بجد تحسه ما شاء الله ما بيعرقش
تحسه هادي خالص مش اي حاجه، وبياخد الكره وبدا لما هو دخل الجيم في الدقيقه 70 اول شوطه لمبابي فوق العارضه في الدقيقه 70 الدقيقه 70 بالظبط جاب جول في الدقيقه 78 او 79 والدقيقه 82 الدقيقه 80 و 82 يعني اتحسبت لعب شويه لكن سجل في الدقيقه 80 ولو حطينا صور ضربات الجزاء عشان بس عايز اوريك شاط ثلاث ضربات جزاء نفس السيمتريه في نفس الحته وهو عارف ان مارتينيز رايح بس القوه واحده مارتينيز راح هناك واثنين جول في ايده دخلوا فانا داخل مركز وبحط بطن رجلي صاروخ يعني كتاب ضربات الجزاء يعني بص يا كابتن دي الاولانيه الراجل بص حط بطن رجله حط بطن رجله دي اخذت ايد ايميليانو مارتينيز وراحت من قوتها طبعا هتروح للي وراها هتلاقي ايميليانو مارتينيز بص هنا جايب لحضرتك بص ايده والراجل المفروض دي الاولانيه يعني جاي لك بص فردت جسم مارتينيز عامله ازاي كادر طاير فارد ايده وبينزل واخذت ايديه وراحت في الجون هتروح للي وراها اللي هي دي في الجيم مارتينيز راح شمال ما هو حاططها له في نفس الوحيده اللي غير بطن رجل في الزاويه اليمين اول واحده على الارض الثانيه اعلى الثالثه اعلى كمان تعال ناخد بقى الثالثه اللي هي في ضربات الجزاء وكلنا بتقول لك ايه اللي بيجيب ساعات في الماتشات الكبيره واللعيبه المهمه احيانا بيجي في ضربات الجزاء انا قلت بصراحه ما يشوتش الثاني انا قلت وانا في وانا بتفرج في الاذاعه قلت لا ما يشوتش الثاني يعني لكن هو راهن هو عنده رهان طبعا في نفس الزاويه برده ايميليانو مارتينيز راح معاها برده هتبان من الصوره اللي وراها ان هي برده اخذت ايده بص يا كابتن المنظر بص خدت ايده الشمال راح بالايد العكسيه اخذت ايده وراحت مش ممكن انت النهارده اولا عندك ثبات انفعالي هتجيب جون فرقتك تتعادل وفي ضربات الجزاء وبتحط في نفس الزاويه مفيش بقى غير احطها له مره هنا احطها في النص احنا شفنا النهارده هي بتلعب في النص النص ده دلوقتي بقى ترند اللي بيريح نفسه يخش يحطها في النص دي بقى حطها في النص ده فهو انا عندي زاويه سلام عليكم انا داخل احط فيها بقوه عايز اروح لفصل بعد الفصل انت محضر لنا كده صور مفاجاه ما بين ميسي ومبابي ممكن تبان شكل العلاقه ما بين الاثنين خلينا بعد الفاصل نشوف الصور ونحكم عليها هنا المونديال الجمهور السعودي من أكثر الجماهير سعادة وفرحة بتتويج الأرجنتين بكأس العالم وعلى السوشيال ميديا ملايين الرسائل والتعليقات إنهم المنتخب الوحيد اللي فاز على بطل العالم وكانت الإجابة على سؤال ميسي وينو بأنه بيرفع دلوقتي كأس العالم في لوسيل من قبل مباراة النهائي ما تبدأ كل عشاء ومحبي ميسي حطوا صورة لل11 كورة اللي سجل بيهم ميسي أهدافه ال11 في تاريخه في مشوار كاس العالم وحذاءه كمان على الكرة الحلم إيلون ماسك بيعلن على حسابه على تويتر أنه تم تغريد 24400 تغريدة في الثانية عند تسجيل هدف فرنسا الثاني أمام الأرجنتين وهو الأعلى على الإطلاق في ريو دي جانيرو حي اسمه تل النخيل البرازيليين بيسموه حي الخونة علشان دي المنطقة اللي فيها كتير جدا من مشجعي الأرجنتين الغريب انه مع بداية المونديال سكان الحي ده لونوا شعرهم بلون علم الأرجنتين ورسموا صور ميسي ومارادونا على الجدران وكمان دهنوا أرضية الشوارع بالأزرق والأبيض غيداء كرم فنانة كويتية بتلخص أهم أحداث المونديال في لوحة إلكترونية من الصور المتوالية بشكل راقي وجذاب للغاية جماهير المغرب كانت حريصة جدا على تنظيف مدرجات استاد خليفة الدولي بعد انتهاء مباراتهم مع كرواتيا في صراع المركز الثالث فوق جماهيري مغربي كبير جدا كان في انتظار حافلة منتخب بلادهم عند العودة إلى فندق الإقامة بعد المباراة خلف الكواليس كتير من الجنود المجهولة اللي ساهمت في ظهور المونديال بالشكل الرائع اللي شفناه عليه ودي صورة لعدد من المصورين وهم بينقلوا الحدث لحظة بلحظة علشان دلوقتي نقول لهم شكرا على مساهمتكم في صنع التميز في نقل أحداث أهم مونديال
حضن لوكا مودريتش الوالده في المدرجات، البر طريق الوصول السهل جدا إلى كل نجاح. ما أجمل مونديال الإنسانيات. شكرا فيصل زيدان ووليد عبد السلام. ما أجمل مونديال العرب، بتقاليد العرب، بقواعد العرب، بأصول العرب، بأخلاقيات العرب اللي الكل دلوقتي بيتكلم عليها، واللي إنفنتينو قال لك أنا خلاص بقى عندي ثقافة عربية وتعلمت الرقص القطري والخليجي، وإنه يعني مستمتع جدا بهذا المونديال. تنظيم ما أبدع، ما أبدع، ما أجمل، ما أروع. شفنا البدع يا اسلام في المونديال ده، شفنا البدع بصراحه. يعني اي حاجه تخطر على بالك كانت موجوده في المونديال ده. نسخه مبهره الحقيقه يا كابتن والله. نسخه مبهره بكل حاجه، الشكل والملاعب واللقطات الانسانيه ولقطات الاطفال الصغيرين وهم بيحتفلوا، وكان التقليد العائلات اللي موجود في المدرجات ده انا بصراحه عجبني جدا. عامل زي التنس شويه كده، بيطلع واخدوه من التنس. تطلع تحتفل، علاقات لعيبه المغرب ووالدتهم لوكا مودريتش مع والده، كل حاجة حلوة في كاس العالم ده. الظواهر ميسي وينه دي كانت ترند يومين ثلاثة، وكل ما منتخب يكسب يقول لك لا حاجة عظيمة. وشفنا بقى تونس بتكسب، والسعودية بتكسب، والمغرب عاملة إعجاز. الحقيقة بطولة مبهرة بكل المقاييس، تنظيم وملاعب وكورة وكل حاجة. طيب انت عامل لنا صورتين احلى من بعض، الميسي ومبابي، ومبابي وميسي وتبادلهم النظرات يعني والاحتفالات. يعني ادي نشوفها كده. هي عايزه بس تعمل لها زوم لو ممكن. بص يا كابتن، نزومها شويه يبقى كتر الف خيركم. ده بعد الجون التاني مش كده؟ ده بعد هم بيلعبوا ضربات الجزاء. هم بيلعبوا ضربات الجزاء. ده هو لما جاب ضربة الجزاء بتاعته. كل واحد راجع بيحتفل وبيحمس زمايله، بس عينه على التاني. يعني امبابي راجع، بص عليك هتلاقيه باص عند ميسي وبيحتفل قوي. هو حتى الفيديو اللي باين ميسي باص شافه وهو بيبص له، يعني بيحتفلوا الاثنين، بيحتفلوا. فهتلاقي الصورة اللي وراها امبابي دخل سجل، قام داخل ميسي مسجل، فهتلاقي ميسي هو راجع ردها له. واخد بالك؟ بص هو بيتكلم، هو معاه بيبص، بص ميسي شايفه دي الاولانيه، واخد باله. يعني ان انا ايه شايفك. هات بقى الصوره اللي وراها، هتلاقي امبابي وبعد كده واقف، وميسي بعد ما سجل الجون رجع، التاني شايفه برضه ايه ردها له. قال يعني بيحفز زمايله، هما الاثنين عينيهم في عينين بعض وبيحمسوا بعض. انا بقول ان المباراه دي ممكن تكون ليها علاقه وتاثيرها على علاقتهم في النادي. هي اصلا مش قد كده هي اصلا مش قد كده النهارده اثنين نجوم بي اس جي طبعا. نيمار طلع، فميسي قدام امبابي، مين فيهم قدر يتفوق على الثاني؟ فالعلاقه هتبقى عامله ازاي بعد المونديال؟ ممكن يكون فيها تاثير، وممكن تكون دي احد الحاجات، رغم ان ده المفروض ان الليفل ده ما يبقاش بينهم ده، بس بما ان العلاقه متوتره زي ما حضرتك تقول، ممكن دي تعمل مشاكل. السؤال المهم، يعني احنا عشنا عصر كريستيانو وميسي والاثنين كانوا بيوصلوا كاس العالم باستمرار، من سيكون عصر مبابي ومين؟ لأنه النرويج فريق ضعيف ولا يتأهل لكأس العالم، وإذا تأهل لكأس العالم حتى هالاند مش هيقدر يعمل حاجة لوحده. يعني هل ممكن نلاقي حد تاني قدام مبابي زي التنافس الجميل اللي عشناه طول العمر على مستوى كأس العالم ما بين ميسي وكريستيانو؟ يعني اعتقد الوقت الراهن مفيش حد قدامنا نقدر نشاور عليه ونقول ان ده اللعيب اللي جاي قدام امبابي، لان زي ما حضرتك بتقول هالاند بعيد تماما، لان خلاص ارقام هالاند دي مش هتكمل، لان في جزء رايح منه اللي هو جزء المنتخبات، لكن امبابي هيكمل. ودي كانت حلاوه وعظمه منافسه كريستيانو وميسي. ده صحيح. وانا دايما بشوف ان ما ينفعش اي حد بيشجع برشلونه، بيشجع ريال مدريد، مانشستر، ايا كان، ما ينفعش تحب ميسي وما تحبش رونالدو، انت تحب رونالدو ما تحبش ميسي. صح. لان الاثنين احنا محظوظين، احنا شفناهم بالتكامل اللي هم فيه، بالمنافسه، ان حد يديلك 15 20 سنه طول الوقت، هو نجم النجوم طول الوقت، بيعمل كل حاجه في الكوره. هي دي حلاوه الاثنين، وهي دي عظمه ميسي ورونالدو. فاعتقد ان الحقبه دي احنا خلاص بنجيب اخرها، ولكن آخرها الحقبه دي وهي بتسلمنا النهارده سلمتنا راجل ناضج عنده 24 سنه، نجم مبابي. النجوم امبابي. اعتقد يا كابتن الارقام بتاعتهم دي فيها خطر كبير قوي. ممكن في حل، ندي لهالاند الجنسيه الارجنتينيه. يكسر الدنيا. حياه ربنا، يكسر الدنيا، تبقى حدوته. حدوته. عايز اقول لك قبل ما اطلع فاصل، مش عارف ليه افتكرت ان المباراه اللي ما بين ميسي وكريستيانو رونالدو اللي ظلت على مدى اكتر من 15 سنه بتنتهي بالضربه القاضيه. يعني وكانه استنوا حتى الجوله الاخيره عشان ميسي يوجه القضيه، لانه خلاص سقوط لكريستيانو، عمره ما هيفوز بكاس العالم، مستحيل، عمره ما هيرجع لمستواه. وميسي بيفوز وبياخد افضل لاعب في البطوله، وايضا ضمن افضل لاعب في العالم. تتفق معايا في التشبيه ده؟
يعني المنافسة ميسي رونالدو وميسي رونالدو، وكان دايما الاثنين عندهم مشكلة مين ما اخدش كاس عالم، مين ناقصه بطولات، كل واحد فيهم اخد، يعني ده اخد كوبا امريكا اخيرا، وده اخد اليورو دوري الامم الاوروبية، فعندهم بطولات وعندهم بطولات رهيبة مع الاندية بتاعتهم. ولكن ميسي الكفة بتاعته رجحت اعتقد الفترة دي جدا بسبب كاس العالم. انت النهارده بتتكلم عن لما تقدر طبعا. هو عامل زي كاس عالم 86 يا كابتن، مارادونا جابه لوحده بالزبط. وده بالنسبة لي هو جابه لوحده الحقيقة. هنا كان في فالدانو وبروتشاجا وكام لعيب، هنا برضو ايميليانو مارتينيز والفاريز ساعدوا معاه، لكن الفكرة كلها انا بشوف ان ما اقدرش اقلل ابدا. انا مش بتكلم، الناس كتير جدا بتقلل من ميسي او من رونالدو، لو ما خدش كاس العالم ما يبقاش عظيم، لو رونالدو لا، لا. لا. الاثنين ما فيش اعظم من كده، ولكن ميسي قفل اللعبة، قفل اللعبة آه. يستحق النهاية السعيدة دي، مسك الختام لميسي بالبطولة دي. أنا سميتها في مقال لي هينشر بكرة، كاسك يا ميسي. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل بقى هنتكلم على الحالات الفنية، ميسي، امبابي، دي ماريا، حاجات فنية من المباراة نفسها. اسلام بقى، بعيدا عن المقارنات والكلام والحاجات المعنويه، خلينا نتكلم في الجانب الفني. كنت عايز تقارن فنيا ما بين ميسي ومبابي. هيبان يا كابتن في الملعب، وعايز اوري حضرتك اللي حصل في الجيم النهارده. يلا بينا. سكالوني مدرب الارجنتين، ناس كتير جدا اتكلمت عليه، واحنا منهم، ان الراجل الريتم مش مظبوط من اول البطوله. ده صحيح. واحده واحده لغايه ما الريتم بدا يعلى، وبقى شبه شويه في الاواخر كوبا امريكا بتاعت السنه اللي فاتت اللي هي كانت بطوله عظيمه جدا. مارتينيز برضو يعني سكالوني جه فتره مؤقته جاب لهم كاس عالم كوبا امريكا، والراجل مارتينيز ده بعد رحله عناء وكميه اعارات من الارسنال قدر يجيب، كان ليه عامل كبير جدا في البطولتين. اول ما تم اعلان التشكيل واتحط اسم دي ماريا، انا واحد من الناس قلت ده ممكن يكون عامل سلبي على منتخب الارجنتين. صحيح. الراجل سكالوني فاجئ الكل ان حط دي ماريا ناحيه الشمال مش ناحيه اليمين. دي ماريا لعب ناحيه الشمال، واللي بقى يلعب ناحيه اليمين هو رودريجو دي بول، بقى يلعب 4-4-2. دي ماريا وجوده ناحيه الشمال كان عامل ضغط كبير جدا على كوندي، كان عامل مؤثر جدا. الجبهه الشمال القويه قوي لفرنسا، سيو هرنانديز ومبابي، كان بيقابلها من بدري رودريجو دي بول، هو اللي بيضغط من قدام عشان يبقى عنده فيزيكال قوي وفي نفس الوقت يرجع يرتد. الحقيقه 70 دقيقه سيطره كامله لمنتخب الارجنتين، ودي ماريا كان واحد من نجوم الماتش بلا استثناء لحد ما طلع. لغايه ما طلع هو كان النجم الاول للمباراه، فرص واهداف واسيستات وكل حاجه في الدنيا عملها. فالحقيقه انا بشوف ان دي تركه حلوه جدا، وجود دي ماريا في الماتش ده كان عامل مؤثر جدا وركب منتخب الارجنتين على فرنسا. ويعيد مره اخرى للجبهه الشمال لو رونقها، انه لعيب اشول يلعب في الجنب الشمال. وده على فكره يعني مع الفرق بيعملوا كولر، يعني ساعات تلاقيهم جاي مثلا حاطط بيرسي تاو ناحيه الشمال، وساعات بيعملوا فريرا مع ساعات شيكابالا يلعب برضه ناحيه الشمال. هي يا كابتن كان زمان طول عمر كده الشمال الاشول بيلعب ناحيه الشمال بالظبط، يعني ما دخلت الترجل العكسي. ايه المشكله يعني؟ والحقيقه دي ماريا عملها حلوه قوي قوي النهارده. نعرض الصور اوري حضرتك ازاي الضغط كان عامل مؤثر، كل فريق بيطلع يضغط من قدام بيخطف الكوره بتتحول لهجمه. والحقيقه الفرقتين منتخب الارجنتين في اول 60 70 دقيقه كان قوي حاد، كل الثنائيات بتاعته، كل الكور التانية بتاعته، والماتشات اللي زي دي طول ما انت ما بتخش على الكوره جامد عايز تستخلصها عنده ثلاثة في نص الملعب. انزو فرنانديز وده اكتشاف لعيب بنفيكا 21 سنه، ورودريجو دي بول، ومعاهم ماك أليستر بتاع برايتون عمل ماتش النهارده خيالي. الراجل ده اكيد هيمشي من برايتون، صنع هدف كمان، عامل ماتش كبير جدا. فدفاعين هجوميا بينقضوا على الكوره بقوه غير عاديه. العيب الوحيد من وجهه نظر سكالوني ان بعد تبديل دي ماريا كانت بدري شويه، كان ممكن يستنى، واول ما دي ماريا يطلع نزل يا عم ليساندرو مارتينيز واقلب طريقه اللعب ال 5-3-2 اللي لعبت بيها هولندا عشان تقدر تدافع. انت رجعوا عليك في دقيقتين، رغم ان الاجوان مش الفرق، الاجوان فيها جزء كبير جدا من امبابي نفسه وغلطه من اوتاميندي في كوره ضربه الجزاء. فتعال نبص على الصور سريعا عشان نشوف ازاي الماتش. بص بقى يا كابتن، عشان احنا بص الشمال هناك خالص اللي راح له الكوره ده دي ماريا، تمام؟ احنا هنجري اللقطات عشان اودي حركه التمركزات بتاعه دي ماريا معموله ازاي. بص المنظر بتاعه الكوره، دي ماريا فاتح هناك بالظبط، وبص العدد الزحمه دي، ودي ماريا واخد نفسه هناك ملوش علاقه، وده ميسي اللي بيسند في نص الملعب. ميسي هيسند الكوره. تعال ناخد الصوره اللي وراها عشان اوري حركه الاختراق اللي زي ما الجون الثالث منه. بص المنظر بقى يا كابتن، واحد اهو
رودريجو ديبول اللي هيبدا، اللي جاي يستلم منه الكوره ده انزو فرنانديز هيستلم الكوره، كمل الكادر هتلاقي سته من الارجنتين بيهاجموا. منتخب الارجنتين كان بيهاجم في احيانا في الماتش بست لعيبه، يعني طبعا في لعيب في اخر الكادر، ادي ديبول، ميسي، وهناك خالص دي ماريا، كوندي هو اللي واقف جنبه. وغصب عنه بيقوم مدخل الراجل عثمان ديمبلي في القلب يدافع على ماك اليستر، فما كانش بيعرف يدافع عليه. ناخد الصوره اللي وراها، بص المنظر، جري جري بقى، جري كمان كله ورا بعض عشان كل الصور دي، 1 2 3 4 5 6. دي كوره بتاعه دي ماريا لما اتلعبت له بالعرض من رودريجو ديبول، هو اللي بيخش. نكمل على اللي وراها عشان نبين شكل الضغط، اللي وراها كمان. طبعا المنظر ده كان في الشوط الاول، ده ميسي الكوره دي، ميسي خطف الكوره الاول، رودريجو ديبول خطفها اداها له من قدام سيو هرنانديز، فكان بيخلي ديبول يطلع ياخد منه الكوره بدري. نجري الصور اللي وراها، بص يا كابتن المنظر الضغط. نعم. على طول سيو هرنانديز استلم كوره، رودريجو ديبول راح له خطف منه حوالي 3 او 4 كور في اول 45 دقيقه، وده اللي عمل عامل كبير جدا. بص بقى هما بيدافعوا 1 2 3، رودريجو ديبول هتلاقيه بيحاول يجري ينقض على سيو هرنانديز على طول. اول ما يجري يروح يخطف الكوره، ناخد دي ضربه الجزاء. الهجمه اتسلسلت لغايه ما راحت لدي ماريا، وبص هي دي، هي الصور معكوسه غالبا. دي ماريا الراجل عدى، الراجل بصراحه عمل ماتش غير عادي. وبعدين المهاره الفرديه، ان انت القدر بتاع الابداع، الكره بتروح لمبابي بيعرف يتصرف، بتروح لدي ماريا عنده قدر من الابداع بيعرف يعمله. بص الهجمات المرتده، ميسي بينزل يستلم فين؟ كابتن حماد امام الله يرحمه كان بيقول لك القادمون من الخلف. ايوه مظبوط. ماك اليستر ده النهارده وانزو فرنانديز كانوا بييجوا طيارات من تحت. بص الكره باص هيطلع الراجل ده على طول. ولغايه بقى دي اخر لقطه في الماتش انا جايبها لحضرتك، بس مش ممكن التصدي ده، مش ممكن تصدي بتاع كاس عالم طبعا، مش ممكن. يعني يعني ان الراجل في صوره تانية ليها اعتقد برضه هتوضحها اكتر. بص يا كابتن هو عامل ايه الاول، هو طلع ووقف وبص بقى طبعا يعني من الحركه اللي تقول بقى، مش انا نجمه الهاندبول دي صح؟ لا لا، نجمه الهاندبول والباسكت والطايره والكوره كل حاجه كل حاجه. وده كمان تصدي والله هايل من هوجو طبعا بتاع الجون الثالث ده، كره الجون دي اتعملت برضو من القلب. ازاي يعني في الوقت الاضافي وثلاثه كده جوه ال 18 معاهم واحد بس؟ بص بص الكوره هي دي من اولها كده اهو اتحطت على طول. الراجل لوتارو مارتينيز انا قلت هيحطها بالعرض لميسي وفي الاخر اتشاطت على الجون، لكن ميسي بص بص الباس يا كابتن هو شبه الكره اللي عملها في ماتش هولندا المولينا، بيبقى ماشي وما بيبصش يحط الكوره الناحيه الثانيه. فبالتالي الماتش انا بشوف ان التفصيله الاساسيه بتاعته الضغط الجامد جدا والحده في اول 70 دقيقه لمنتخب الارجنتين، تريك دي ماريا في وجوده ناحيه الشمال ورودريجو ديبول هو اللي بيتولى الامر، وبعدين الجون الاولاني طلع لعيبه الارجنتين من التركيز تماما. طيب يبقى لحد دلوقتي اتكلمنا عن ميسي وعلى الارجنتين، ايه اللي حصل، كيف عاد المنتخب الفرنسي، نعرف من اسلام سامي بعد الفصل. سلام سامي اللي منورنا ومشرفنا النهارده، اتكلمنا عن الارجنتين وضغطها وطريقتها ودور ميسي، لازم نتكلم عن امبابي. بس لازم اسالك، 75 دقيقه تقريبا مختفي، اول تسديده في الدقيقه 70 اللي فوق العارضه، ثم توهج حتى ضربات الترجيح. تحس ان الجون الاول هو كان شراره الانطلاق بالنسبه له، الراجل قاعد الفرقه كلها وحشه جدا وهو نفسه ما كانتش الكوره بتجيله، متحاصر مش قادر يعدي. وانس ما قدر ان هو يخطف كوره الجون الاولاني يا كابتن، تحول تام. يعني كوره الجون الاولاني دي، بص الصوره، ارجع بالصوره الثانيه دي ثاني يا عم الحاج، ارجع بالصوره بتاعت اللي بيغمضوا البعض دي كده، الكوره المنظر، شايف المنظر الممتع والرائع ده. لا يعني يعني مش ممكن بيبص لبعض. الكوره بتاعت الجون الاولاني كوره في نص ملعب منتخب فرنسا، الضغط بتاعت لعيبه فرنسا، خطف الكوره اتشتتت، فامبابي بيزقها عشان يطلع يكمل، الراجل اخذ اوتاميندي في ظهره، اخذ ضربه جزاء فرجع 2-1. الفكره كلها في الجون الثاني، الجون الثاني ان انت تروح تسند الكوره لزميلك وتنطلق في ظهر المدافع اللي معاك وتقوم مرجح رجليك، ده عامل زي كابتن ماجد. كابتن ماجد والله، والله عامل زي كابتن ماجد. وبعدين التخيل اللي في دماغي بقول لحضرتك، انا تخيلي يعني محضر محضر يا كابتن بالظبط كده، ان هو هيقوم جاي كابس الكوره مثلا واخدها على الشمال عشان يروح ينفرد هو الجون. لكن انت ايه اللي يجيبك في نهايه كاس عالم وخسران تقوم عامل واحده من بتوع كابتن ماجد الكوره راشقه في الجون؟ والله غير عادي بصراحه. كابتن ماجد ده يا جماعه كان ايموشنز كده مش كده؟ كرتون كرتون حلو كان اهو اهو. لا 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 بص يا كابتن، بص المنظر يعني معلش لو رجعنا بالصوره اللي وراها، بص منظر جسمه يعني طبعا لما حضرتك تقول بقى بص الوضع، جسمه عامل ازاي بالميله، هو ما شاء الله كله على بعضه، الله اكبر، غزال يعني بيجري في الملعب. ايوه هي دي. بص بص المنظر يعني حاجه تفرح. بص يا كابتن المنظر، والراجل رجليه تحته ويقوم جاي واخد الكره. دايما كنت بتخانق مع مصطفى شوبير ومحمد شوبير ولادي،
فانكشهم يعني. لا بس انا مش مقتنع بيه قوي. فاتنين يبصوا لبعض يبصوا لي كده مستغربين او ما تقتنع بمين يعني. طبعا هم من عشاق ميسي خاصه مصطفى يعقوف يعني ميسي بالنسبه له حتى كلمني بعد المباراه قال لك مش مبروك يا راجل. ما دايما انا ريال مدريد وهو برشلوناوي مفيش مبروك يا راجل ولا ايه يعني. فقصه امبابي لا من عظماء مش ممكن. كابتن ده 24 سنه ثبات انفعالي لثلاث ضربات جزاء بتجيب هاتريك في النهائي راجل هداف كاس العالم ما حدش جاب 8 جوان ده من ايام رونالدو الظاهره في 2002 صحيح. وانت عندك 12 جون ده في ناس قعدت 5 6 4 5 مونديالات بتحاول تجيب 12 جون انت جبتهم في 2 كده وعندك 24 سنه صحيح. وخلي بال حضرتك ده كمان ايه لما يروح لو انتقل بعد سنه ولا 2 لريال مدريد زي ما بيتقال او ايا كان لسه هيعمل اكتر ده عنده 24 سنه سواء كمل في باريس ولا راح ريال مدريد فعنده براح كبير. بعدين النهارده امبابي تشاوميني كامافينجا فوفانا الاثنين اللي نزلوا اللعيبه الترام وكوالمواني دول كلهم لعيبه صغيره في السن يعني الناس دي كلها هتروح كاس العالم الجاي عادي فعندهم جيل يعني خلاص جيرو مش رايح وبنزيما مش رايح انا قصدي ان فرنسا عندها جيل من الشباب صغير يقدر يخليها تنافس على كاس العالم تاني فطبعا مكملين. حاجه لطيفه كمان حصلت يا اسلام النهارده انه كل لعيبه فرنسا الكبار هم رايحين على امبابي هم اللي بيواسوه يعني جريزمان رايح يواسيه جولوريس رايح بص انا عمري ما شفته مكشر او زعلان لانه هو حلمه كان في ايديه بصراحه طبعًا. يعني ومش من السهل انه يتحقق تاني من الممكن ان يتحقق لكن ليس من السهل لكن ميسي ما كانش ممكن يتحقق تاني لا خلاص يعني. ميسي كان دير بيقول الرقصه الاخيره يعني انا ده الوداع اخر حاجه ليه رغم ان هو النهارده بعد الماتش قال ان انا مش عايز اعتزل مش هعتزل دولي مش هعتزل دولي الكلام على كاس العالم بس كاس العالم الكلام خلاص. ده من بدري يعني فهو مكمل وراجل في اخر فرصه ليك تجيب كاس عالم فجبت كاس عالم لوحدك فطبعا ده اعجاز كبير جدا لكن يا كابتن انت تحس انت بتتفرج على الماتش النهارده انا مش عايز حد يخسر يعني يعني اللي بيشجع الارجنتين وبيشجع فرنسا والله تصعب عليك انت اصل الماتش حلو جدا حرام امبابي ولاعيبه فرنسا تطلع من الماتش ده وترجع في النتيجه زعلانه ونفس القصه حرام ميسي ولاعيبه الارجنتين ترجع نفس زعلانه لكن انا بقول ان 40 50% من فوز الارجنتين النهارده تحديدا ايميليانو مارتينيز والبطوله طبعا الراجل ده شايل كل ماتش ليه حاجه طبعا. يعني ضربه جزاء من فان دايك في هولندا النهارده شايل ضربه جزاء وشايل الانفراد الاخير ده اللي هو مستحيل ده كان في الدقيقه 121 بالظبط في الدقيقه 121 قفل الليله السلام عليكم خلاص يعني الحكم صفر وسلام عليكم. انا قلت على الهوا في الاذاعه قلت يا جماعه انفنتينو يدي الكاس للفرقه دي ست شهور سنتين ودي سنتين كانوا عملوها ما بين الاهلي والزمالك في كاس مصر قعدوا يلعبوا وتعادلوا قال لك تتعبوا قلبكم ليه كل فرقه تاخد الكاس ست شهور. خلينا نروح لفاصل وناخد التشكيل البطوله الامثل مجهزه لنا لمنورنا النهارده اسلام سامي. عايز بس اتوقف مع لقطه ومع سؤال هجاوب عليه دلوقتي كان على السوشيال ميديا لقطه انت نبهتني ليها ان اجويرو راح شال ميسي ولف بيه هما كانوا اصدقاء جدا ولولا المرض اللي في القلب واللي ادى لاعتزاله اجباري لكن ده كمان يا اسلام بيعني ايه اللعيبه كلها وهي حريصه على ميسي بالشكل ده واجويرو اللي معتزل اللي واخد الطبله في الملعب بيطبل بيها زي المشجعين بيعني ايه؟ والله يا كابتن انا اولا اجويرو وميسي كانوا بيقعدوا مع بعض طول عمرهم في الاوضه طول عمرهم في المنتخب صح. نعم. ويقال ان اجويرو لما وصل قطر ان هو قعد مع ميسي في الاوضه برضه يقال يعني ان هو قعد معاه لان العلاقه بينهم هم اصدقاء جدا ولكن ده بيعني كتير بالنسبه لي جدا يا كابتن اولا على ميسي ان كل الارجنتين كان حلمها البطوله الثالثه في تاريخهم وفي نفس الوقت كان حلمها ان ميسي ياخد البطوله ان كتير جدا انت هتلاقي اللعيبه النهارده كل لعيبه في الانترفيوز لازم في الاخر يقول لك فرحانين للارجنتين اخذنا كاس العالم الاوتوبيس ده يا جماعه ده في الدوحه ما شاء الله ليس في بيونس ايرس ده في الدوحه وكانوا في احد الاماكن وامير قطر ورئيس الاتحاد الدولي استقبلوهم ويعني يعني استقبلوهم استقبال هايل هم من تحت كده والامير ورئيس الفيفا انفنتينو موجودين هذه المشاهد من الدوحه من العاصمه القطريه وليست من العاصمه الارجنتينيه اتفضل
الناس كلها حتى اللعيبه النهارده في الانترفيوز بعد الماتش كله بيتكلم ان احنا فرحانين وكاس عالم وفرحانين لميسي وفرحانين لميسي، فكان في اجماع ان هم كلهم عايزين ميسي يكسب. لكن النهارده ما بتكلم عن علاقه الاساطير بالمنتخب، انا بصراحه دي اكتر حاجه ممكن اقف عندها. يعني بص اجويرو بيعمل ايه مع المنتخب بتاعه؟ هو بيشجع زي ما بتقول، اجويرو شال ميسي ولف بيه الملعب، يعني انت متخيل؟ ما شفتش الصوره. انا شفتها بعد الماتش هتلاقيها موجوده. اجويرو شال ميسي ولف بيه الملعب، كان ميسي ماسك كاس العالم ولف والناس حواليه ولف الملعب في حركه. اهي الصوره اهي. ده بص يا جماعه فرحان فرحه مش طو... ده على العارضه، خلي بالك ده عند العارضه وصل لغايه العارضه. ايه ده الجمال ده؟ إيه ده جاي بيه من نص الملعب كمان على فكره، وده راجع عنده القلب. جاي بيه من نص الملعب وكان بيشجع وبيتنطط النهارده. زي المجانين. وباتستوتا كان بيعيط واللعيبه كل اللعيبه اللي نزل بالكاس كمان. كله يا كابتن. الصوره ده يا جماعه اجويرو ده واحد من اعظم اللاعبين، خلي بالك، هداف مانشستر سيتي ومكسبهم الدوري كذا مره، والاولى مرض القلب اللي اعتزل بسببه اجباريا، راح شايل ميسي وطاير بيه، فرحان بيه. العلاقة حلوة وجميلة، فرحان بميسي، فرحان ببلده، فرحان بكل حاجة. العلاقة بينهم من بعد وبعدين يعني ايه، هو ما استكبرش ان انا اجويرو وقعد اسقف، لا مشجع عادي جدا. مشجع وبيشيل ميسي وبيمشي بيه، فلقطة حلوة جدا بصراحة. هو من ساعة الماتش خلص فيه شوية لقطات كده. طبعا جميلة، طبعا حاجة جميلة. يعني استاذنا الكبير فناننا الرائع المبدع الراقي النبيل حلفاوي كاتب على تويتر بيقول مش عارف ايه حكمة انه الحكم ياخد اسماء الخمسه لاعيبه اللي هيسددوا ضربات الترجيح، ما انا ممكن اغير، ده مش موجود في القانون يا استاذ نبيل خالص. ومع ذلك برضه انا بسال حد من محللينا الكبار، يعني ده مش موجود خالص في القانون. انا ان شاء الله اجيب الحارس يشوط، اجيب اي حد يشوط، ده مش موجود، ان هم ابقى عارف مين اللي هيسدد، يعني داخل انت رقم كذا فبسجل رقم اللي داخل، لكن الخمسه وبالترتيب ده مش موجود. ومع ذلك بس ولكن ليطمئن قلبي بنكلم حد من زملائنا من اساتذتنا المحللين عشان ااكد لك المعلومه اللي انا متاكد منها، لان انا مستحيل وتم التاكيد، مستحيل يا استاذ نبيل هذا اللي قال لحضرتك كده، اكيد جنبه الصواب او ما كانش واخد باله وبقول هذه المعلومه دي. ما هو الحكم بس وانا بشوط، يعني انا ممكن داخل اشوط اهو كمان ارجع في كلامي ولا في مشكله. طب انا اقول لك الاكتر من كده، انا دخلت شوط والحارس اتحرك وصدها، اغيره يعني، ممكن انا حر، يعني ما حدش ليه حاجه عندي خالص، يعني ده مش موجود خالص في القانون يا استاذ نبيل. بس انا بعشق نبيل حلفاوي طبعا، يا نهار ابيض على ده، فنان كبير، ده خلي بالك ما قدمش 50% ايه، ده عبقري تمثيل، يعني نبيل حلفاوي اذا كانت الناس كلها بتتكلم على احمد زكي وعبقريته طبعا، فنبيل حلفاوي لا يقل عن عبقريه عن احمد زكي، يعني على ممثل جميل بحبه جدا وبني ادم كمان جميل. او خالد الحلفاوي ابنه ده المخرج اللذيذ ده كان بيلعب كوره في نادي الصيد، والله كنت بقابله استاذ نبيل وهو بيتفرج على خالد هناك وبيلعب كوره، يعني حد جميل يعني. طيب خليني اسالك عن التشكيله بقى المثاليه للبطوله من وجهه نظرك طبعا، يعني يعني من وجهه نظري يا كابتن احنا هنروح لحراسه المرمى ايميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الارجنتين. ماشي، المجنون. اعتقد انا بسميه المجنون، لان حضرتك شفت بيتنطط ازاي على الخط بياخد ده، عجبني. ايميليانو مارتينيز في حراسه المرمى، اروح للباك رايت، اروح لاشرف حكيمي، ناخده بالقلب، نجم بالقلب وبصراحه بالعقل، عمل بطوله جامده جدا جدا يعني. اروح بعد كده بص بقى المركز ده كان فيه حاجات كتير جدا، المساك عندي واحد ما فيهوش خلاف، جيفارديول انا اسف، بتاع منتخب كرواتيا اللي هو كان لابس الماسك القناع. الراجل ده خناقه كبيره جدا، كره ميسي بس، بص هو كره ميسي يعني بس خلاص، لكن غير كده راح معوضه في ماتش المغرب. فالراجل ده مركز السنتر باك التاني ده اللي كان فيه بالنسبه لي لخبطه، يعني انا شفت ان مفيش حد تاني ينور قوي. رحت الروميرو بصراحه، روميرو الارجل يستاهل برضه. وحضرتك كنت بتقولي عن ماجواير، وماجواير عمل بطوله كويسه بصراحه. فيعني انا رحت الروميرو، رحت للشمال فيه هرنانديز باك ليفت منتخب فرنسا. نص الملعب بكل ثقة سفيان مرابط، بكل ثقة سفيان مرابط لعيب نص ملعب منتخب المغرب، واحط جنبه جريزمان طبعا منتخب فرنسا، والمدهش لوكا مودريتش. المدهش والله كابتن مدهش. ان هو يعني في السن ده وبيأدي بالرقي ده. هجوميا اروح لكيليان امبابي طبعا اروح لجوليان الفاريز لعيب ومهاجم الارجنتين اللي نور جدا معاهم، واعتقد هيبقى خناقه بقى لجوارديولا لما يرجع هو وهالاند، لان لعيب قدم مستويات كبير جدا. وفي الاخر طبعا ليونيل ميسي، يبقى ده التشكيل الاساسي 4-3-3. ناخد لهم كام واحده احتياطي برضه؟ احتياطي؟ يلا بينا
في حراسة المرمى انا اروح لياسين بونو. وانا اروح لياسين بونو. حلو متفقين. يبقى ياسين بونو. انا كابتن اخد بيلينغهام. يا سلام. حاجه بيلينجهام. جميله مع انجلترا رهيب. طبعا رهيب. جامد جدا. اخد جاكبو من هولندا. يا سلام. يعني الاثنين دول مواهب مهمه جدا. اخد كمان انزو فرنانديز من منتخب الارجنتين. نعم. لعيب كويس جدا. اخد جواو فيليكس من البرتغال. ايوه كان عامل بطوله هايله. وحضرتك بقى جواو فيليكس عامل بطوله هايله. زي ما شفنا ديبول عامل بطوله هايله. تحس ان سيميوني عنده مشكلة يعني. اللعيبة دي بتتعلق يا عم مع المنتخبات. جريزمان عمل بطولة عظيمة ما كانش بيشاركوا اصلا عشان موضوع العقد. واخد اخيرا فريزيتش لعيب منتخب كرواتي. لعيب جامد جدا وجوكر وبيأدي في كل حتة. واعتقد دول بالنسبة لي هم اكتر ناس نورت في المونديال ده. انا توقعت من بداية البطولة من اللي ياخد كاس العالم يا اسطى؟ ارجنتين. كنت مع حركة هنا وسألت حركة ده من اول يوم. نكمل معايا انت. نورت يا اسلام. بشكرك شكرا جزيلا. شرفتنا نورتنا. كل عشاق الارجنتين وميسي الف مليون مبروك. لكل عشاق الكرة الفرنسية هارد لك. لكل عشاق الكرة هارد لك. هنتحرم 64 مباراة يعني كانوا متعة المتعة. على الاقل 60 مباراة كانوا في متعة. لكن هي دي الحلاوة ان شاء الله. اذا ربنا ادنا العمر. اذا في لقطة كده حلو. اذا في فيلم يعني كان اظن عادل امام واثار الحكيم في النمر والانثى. لو تقابلنا لو كان يعني لقطه ختام حلوه جدا في الفيلم للفنان الكبير الزعيم عادل امام. لو كانت الظروف غير الظروف. لو لكن اذا ربنا ادانا العمر هنلتقي ان شاء الله بعد 4 سنوات في كاس عالم جديد سيكون في كندا والمكسيك والولايات المتحده الامريكيه. كده الجرعه تمام. يلا بينا. سلام.